الو ايه ماتر، هاي وينك؟ صار لي ساعة عم بعمل لك مستر كول مستر كول، ليش مش عم بتدق ال ماتر؟ بشرفك احكينا انت لانه ما معي يونكس. انه معقول واحد اذا بده يتصل بمحامي $4 على الدقيقة، يعني بالخمسة دقايق $20 قد الساعة عندي؟ عن جد الله يساعدنا معتر. الو ايه ماتر؟ لا ماتر، بس انا انه عايزتك هيك بموضوع ضروري لانه في تطورات على الساحه وخايفه يعني بيناتنا. ماتر بس سؤال، شو يعني قدح وزام؟ يعني مثلا اذا انا قلت له للوزير المشنوق انه لازم يخفف كرشه لننبسط اكثر بالعلاقه بكون قدح وزام؟ لا ما بعتقد حدا سمعني. لحظة، قالت طاني؟ ايه طاني، سمعتني شي عم بحكي انا والمشنوق عن كرشه؟ لا 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 ما حدا سمعني، ما بعتقد حدا سمعني. ما فيها. اوكي. طيب طب اذا حكيت انا والرئيس بري مثلا انه قلت له خفف شرشر زلوع شوي، فيها قد حزام؟ اذا مش بالاعلام؟ لا 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 مش بالاعلام. طاني؟ سمعتني قلت له لرئيس بري عن شرشر زلوع؟ لا 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 لا، حتى تاني ما سمعنا. ايه وما حدا معه خبر بالاعلام، يعني انا ما بطلع بالاعلام ابدا. طيب الحمد لله الحمد لله. لا لا انا صادقه، يعني انا ما بحكي بقصص مش مزبوطه. يعطيك العافيه مات، شكرا. يا ليك يا صافيا، نسيت اسألهم اذا قلت لواحد ليش هيك زام فيها قدح وزام؟ هلا برجع بتصل فيه، بدك يرد بس.